وبركاته. كتير منكم طلب مني ان انا استأنف الحديث من وقت لاخر عن الكلام عن القنوات اللي ممكن تكون ناجحة جدا ولكن بدون الظهور بالوجه. مفيش داعي ان احنا نظهر بوشنا، نظهر بنفسنا، لكن ممكن فقط بالتعليق الصوتي. واحيانا كمان بجيب لكم افكار لقنوات ناجحة بتكون صامتة تماما ومفيش اي شيء غير خلفية المكان اللي انا بشتغل فيه، زي الفيديو اللي انا عملته لكم من يعني فيديوهين سابقين تقريبا، كنت بتكلم فيه عن مجموعة من الحرف فكان بالطريقة دي. لكن النهاردة حقيقة انا حابب اوجه كلامي لاخواتنا ولنسائنا الفضليات، لكن النهاردة حقيقة انا حابب اوجه كلامي بقى للسيدات العربيات الفضليات. جاب لكم النهاردة نموذج ناجح تماما زي النموذج اللي جبته لكم من فترة طويلة، كان عن أم وليد، القناة الأولى في الجزائر، الست الماهرة في الطبخ الجزائري بأشياء بسيطة جدا لكن بتعمل يعني أشياء رائعة. ويمكن الكلام ده من أصحابنا في الجزائر، وده كان سر من أسرار نجاح أم وليد. النهاردة أنا حابب أتكلم عن سيدة لا تقل أبدا عن أم وليد، ناجحة جدا، اسمها أم ياسر. وعلى فكرة أنا لي أخ واحد فقط ولي أخت منى، طبعا أنتم عارفين اسمه ياسر، أخويا الكبير اسمه ياسر. وإحنا في عاداتنا في مصر، وأنا شايف أن نفس الكلام موجود في الجزائر وفي المغرب وفي تونس في كل البلاد العربية، يا أم فلان، فأنا أمي بيقال لها أم ياسر. أنا كنت حقيقة ناوي أتكلم عن قناة أخرى، وكنت بحضر بالفعل لشيء تاني من خلال هنا سوشيال بليد، والصفحة اللي انتوا شايفينها دي بتبين لكم التوب 100 مثلا في المغرب. فيمكن اقولهم انتوا عارفين سعد المجرب كده، هل تعلم اللي اتكلمنا عنه قبل كده، الى اخره، يعني لحد ما نصل الى القناة الرائعة رقم 32. هي دي 32، هي دي قناة ام ياسر. ولو تلاحظوا هنا في هذه القناة، تعالوا بقى اكبرها تاني، ده عدد الفيديوهات 1102 فيديو، عدد المشاهدات 303 مليون مشاهدة، رقم كبير جدا. وده عدد المشتركين في القناة، ما شاء الله مقرب على 3 مليون مشترك في قناة. تعالوا بقى في هذا الفيديو نتعرف على أسباب نجاح هذه القناة، اتفتحت امتى، أخبارها ايه، إحصائياتها شكلها ايه. وأتمنى ان هذا الفيديو يكون حافز لأي سيدة عربية في الوطن العربي بتسمعني من أي مكان، ليه ما تعمليش زي أم ياسر وزي أم وليد وكل القنوات الناجحة للطبخ اللي من غير ما تظهري بنفسك. أنا ما بقولش اطلعي بشكلك وتكلمي، لأن مش كل الناس يحبوا يعملوا ده، حتى كثير من الرجال ما بيحبوش يعملوا ده أصلا، فأنا مش هقولك اعملي ده، لكن على الأقل ممكن بالصوت. يمكن جبت لكم قبل كده من فترة، يعني تقريبا من شهر، جبت لكم قناة ناجحة جدا من مصر لسيدة ما بتنطقش، ما بتتكلمش أبدا، يعني لا صوت ولا صورة، ويمكن مش فاكر كانت بتشغل بقى مزيكا ولا إيه في الخلفية، مش فاكر، لكن بدون أي شيء. فأنا بقى النهاردة حابب أحفزكم، زي ما غيرك وصل أنت كمان تقدري توصلي. هذه هي القناة، قناة أم ياسر، اللي بتقول فيها تقاسم معكم أفكار المطبخ. يعني هي ما بتعملش شيء غريب عنكم، أنتم كلكم شاطرين ما شاء الله في المطبخ. هذه هي الفيديوهات، إيديها في القناة، وده من أهم أسباب النجاح، أن أنت تستمر في رفع الفيديوهات وما تهجرش قناتك أبدا. هنا لو جيت على سورت تو باي وضغطت على موست بوبولر، هتلاقوا هنا من 4 سنين عندها فيديو عامل 11 مليون مشاهدة. ولو طبعا فتحتوا آخر فيديو هنا أو أي فيديو بشكل عام، هتلاقوا أن هي فقط بتعلق بالصوت والحليب، دائما خديت الكسكول، بتعلق فقط لغير بالصوت وبحاجات بسيطة، ممكن تصور بالموبايل مثلا، ما فيش اي حاجة في الخلفية، مش مشغلة موسيقى مثلا، كثير من الناس ما بيحبوش يشغلوا موسيقى، فلك ما شئت، لك مطلق الحرية. وبتعلق طبعا على اللي هي بتعمله. تيجي هنا ونشوف بقى الاحصائيات، وانا حابب من الشباب حبايبنا المتابعين من المغاربة وهم كثر بصراحة، عايزكم شباب تقولوا لي هل القناة دي مشهورة ولا لا؟ رقم 2، هل هي بتعمل أشياء رخيصة مثلا، يعني بأدوات وبأشياء مش مكلفة زي أم وليد كده؟ أم وليد من الجزائر، ويمكن صديقي العزيز زاكي
قال لي ان من اسرار نجاحها انها فعلا بتستخدم اشياء بسيطه جدا ممكن الناس البسطاء يقدروا عليها ويشتروها ويعملوا ويطبقوا اللي ام وليد بتعمله. فانا عايزكم بقى يا شباب اهل المغرب الشقيق يقولوا لي هل هي بتستخدم اشياء بسيطه ولا مش بسيطه؟ والنساء العربيات المحترمات ليه ما تطبقوش الفكره دي؟ انا عايز ده يكون حافز ليكم، ابدأوا زي ما غيركم وصل، انتم كمان تقدروا توصلوا. والله ما في حاجه اسمها مستحيل ابدا، حتى يقول لك impossible دي عباره عن اي ام اللي هي اي ام possible، ما هياش يعني impossible بمعنى مستحيل، لا معناها ممكن، اي ام possible. فلو سمحتم فكروا من النهارده ايه اللي تعملوه. فيا اختي العزيزه يا اللي بتسمعيني دلوقتي، واي نوت، ليه ما تعملوش نفس الفكره وتطبقوها؟ زي ما قلت لكم ممكن حتى من غير صوت خالص، وكان في فيديو عندي بتكلم فيه عن هذا الامر. طبعا زي ما انتم شايفين هنا اخر 30 يوم مقربه على 3 مليون، باقل القليل هيكون 3000 لحد 6000 دولار، ده الرينج بتاع ربحها خلال اخر 30 يوم. القناه من 2015، تخيلوا لما 6 سنين يغيروا حياه انسان راسا على عقب. ترتيب القناه في النيش بتاعها 33 في المغرب الشقيق، حاجة جميلة، أرقام جميلة، ربنا يبارك لها ويوفقها ونغبطها ولا نحسدها. أنتم عارفين الفرق ما بين إن أنا أغبط إنسان وما بين إن أنا أحسده، اللي عارف يكتب لي في التعليقات. نقطة أخيرة قبل ما أنهي حابب أقولها لكم، فاكرين الفيديو ده اللي من 3 أيام بتاع أم زياد لما كلمتكم عنه؟ أنا كنت حزين جدا إن الأمور اتبدلت والأحاسيس والمشاعر اتغيرت والفلوس هي اللي طغت، لدرجة إن أهل أم زياد الله يرحمها ست ميتها من قبل رمضان بكام يوم، الناس مش في دماغهم خالص وبيعملوا فيديوهات وبيحتفلوا وكل حاجة، وكلمتكم تحديدا عن هذا الفيديو. ودي بنتها، حاجة والله محزنة، البنت مش حزينة ولا إيه؟ يعني أين الحزن؟ يعني ربنا يحاسب أهلها لو هم السبب في اللي بيحصل للبنت دي. طبعا بعد كده بعد الفيديو بتاعي عملوا 3 فيديوهات، أنا متوقف عند الفيديو ده اللي هو امبارح. عارفين عملوا ايه؟ راحوا اشتروا فيلا، لا اله الا الله، الناس ست ميتها من قبل رمضان بكام يوم وانتم بتحتفلوا بتروحوا تشتروا فيلا. حد كان كاتب لي في التعليقات ان كان عنده عصفور ومات من فترة طويلة جدا ومازال حزين عليه. ايضا اخت فاضلة من اللي علقوا لي على الفيديو ده كاتبه لي بتقول لي ان امها من 50 سنة لما كانت طفلة كان ليها أخ صغير وكانت بتشيله وبتلعب، المهم هو توفاه الله ومات وهو طفل. بتقول لي إن أمها حتى هذه اللحظة بعد 50 سنة ما زالت حزينة، وعندما تتذكر تحزن يعني حزن شديد على فراق أخيها اللي كان طفل، وهي كانت طفلة منين؟ من 50 سنة. فإحنا هنا بنتكلم عن احتفال لشراء فيلا بعد ايام من موتها. الفيديو ده بقى اللي حقيقة يعني غيظني جدا، من 3 ساعات فقط لا غير. ولو تلاحظوا هنا الصورة، اظن دول عيالها الاربعة تقريبا، انا يمكن عارف البنت هي منى، اختي منى، دول عيالها يا منى ولا ايه؟ عشان منى هي المرجع بتاعي في هذه القناة. فاللي انا عايز اقوله، ازاي يبتسموا بالمنظر ده ويضحكوا كده؟ يا جماعة خلوا الأطفال يحزنوا على أمهم، خلوهم يعيطوا يبكوا، سيبوهم يحزنوا على أمهم، وبلاش تلخبطوا لهم المفاهيم الله يرضى عليكم، وتروحوا تحتفلوا وتجيبوا فيلا. ده إيه ده، احتفال يعني بإن الست ماتت ولا إيه؟ مش عايز أطول، ده مش موضوعنا أصلا، لكن معلش حبيت بس أعقب على الفيديو ده وعلى هذا الكلام. فيديو النهاردة خلص، لكن مسابقتنا ما زالت مستمرة. حابب إن أنتم كالعادة إن شاء الله هتروحوا لقناتنا التانية وهتعلقوا وتشوفوا السؤال، وأنا إن شاء الله بعد شوية بعد ما أخلص تصوير هذا الفيديو هروح بقى على هذا الفيديو واختار منكم الفائزين إن شاء الله بكورس كندل أو الأفليت. السؤال كان صعب ولكن ما شاء الله عليكم جاوبتوه، يعني حاجة رائعة. اللي حابب يعرف السؤال ويشوف الإجابة، قصة رمزية ولكنها رائعة، وإحقاقا للحق القصة دي أنا سامعها من الدكتور المحترم رمضان عبد الرازق، ده من أشهر أساتذة الأزهر عندنا في مصر. ده اللي أنا حبيت أقوله في هذا الفيديو، بشكركم إن إحنا تخطينا خلال 2 3 أيام اللي فاتوا 1000 مشترك. بكده نكون خلصنا، شكرا ليكم، دمتم في طاعة، أحبكم في الله. هذا ما أردت أن أقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن. والسلام عليكم.